اهلا وسهلا بقناة الرو اليوم راح نلعب فيك صراحة مش عارفة ليش ما خلص الكريسماس يعني خلاص مخي رح يروح انا هلا عرفت انه زي انا فكرت انه زي لسه في ابديت وطلع لا عشان هدول عم بيقدروا يعملولي فيزت سو لسه معهم هلا كريسماس عشان انا هذيك المرة ما قدرت اعمل فيزت لاي حد وهي المشكلة شريت أكثر من مليون واحدة وأنا مش بالفيديو زي ما بعرف أنا بعمل مصايب لما ما بسجل عشان هيك شوفوا هذا ما افتحه مستحيل خليه خليه يستنى ليتس جو اوكي بيتي هون عجيب ليش الناس بيحكوا ليتس جو تو يور هاوس واجي بعدين الحقهم يودوني على بيتهم ما بيتي هون عن جد عجيب كتير عجيب مش عن جد عجيب كتير وش يعني كتير كتير وين عجيب الناس لسه فيهم لسه هالوين طب اشوف اذا ممكن انا لازم اعمل ابديت او لا عادي عشان اذا ما بد ما كان عندي ابديت هم عملوا ابديت ما بقدر اعملهم بزد اه صح اكثر شي عجبني هو هاد رائع. صراحة هذا البيت احلى بكثير من هذا البيت. لحظة شو عملت انا هون? قلت البيت الاصلي. ما نعرف شو احكي. خدت اكثر من عشرين سنة سو هلا راح اغيره من قدام بس قدام راح يكون افكاري بس انا ماني هامي مني كيف رح يطلع بس هاي وحدة هاي تنتين و هاي وحدة بليز يوسع بليز يوسع بوسع هاد زي هيك اوكي ولا مش اوكي طب بوسع هاد ايوه بوسع؟ أم... ماني عارفة شو اعمل بس حط اي شي كل شي شايفة خلاص يلا أممم اصلا ماني عارفة شو عملت شو عم بعمل ما بعرف شو عم بعمل بالضبط بس هذول الكراسي كتير حلوين اخ بدي اياهم عن جد بدي اياهم هيك هيك وهيك وي خلاص انسوا انسوا الامر انسوا انسوا صراحه صيد حلو ما بديش اعمل اشي إش من هذه البنت سوري 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 كثير سامحوني انا بديش لا ما ولا, هذا سوري خلي هذا البيت هذا البيت احسن بكتير يعني عجبني أه القدام ايش هسه ما لقاتش بيضة أوكي هاي هلاو، شكلها كتير عاجي بدر أشتري هدول بس مادش مديش مادش فيديو جيم أيوا فيديو جيم فيديو جيم فيديو جيم فيديو جيم. صراحة عملت مصيبة جوا بيتي بس ما كملت فوق بدي أكمل فوق كرا بس ماني عارف اعمل يعني شوي نشوف شوف الخبيثة أوه. هذا اللي بدي اشيله انه هذا انا عملت كارثة وانتم ممكن موجودين ام مش موجودين ما بعرف اذا بتشوفوا الفيديو بس هون عملت انتو هون ما كنتوا موجودين طبعا اظن طبعا عجيب عملته هذا لحالي ويت ويت هون انا سوري انا على فكره انا انا يعني ما بعرف ليش هيك عملت بس انا حبيت انه يدخلوا بس اي سوري سوري عن جد سوري اوكي اوكي خلاص عادي يجي ممكن يجي بس بدي اغير البيت فوق هون في مصيبه ماني عارفه ليش هيك عملت اه صح سوري لازم نيجي من القدام ما نعرف هيك عملت فوق هنا لازم يتغير هون لازم يتغير كل شي صار هالوين اخ هاي المصيبة لا ماني ماني حنولت مصيبة كبيرة عادي هو مش عادي او انا هذا عملته هذا افترقته فاضي من ما تركته ف... أوه, 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 اوه 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 جيبوا بليز بليز بليز. يعني بليز اوه اوه ماي جاد بيتي إيه لا بيتي يا الله خلاص ماني هم مني خلاص بدي أطلع كيف بدي أطلع خلاص مش مهم مش ما أدش غير أي بيت خلاص طلعوني بليز لازم أمشي مسافة كبيرة ما أعرف ليه هيك عملت أمي كان بصير أوكي صراحة أنا الصراحة ماني عارفة ما توقعت هيك يكون وهاد بيتك وهاد بيتك هاد بيتك؟ اه هاد بيتها لايك عودي عامله لايك حملي بده مي اوه واو شوفوا هون بتعرف شو كيف هذا كيف اه هذا بننزل او لازم اعمل اشي اه اهلا اشرب مي سوري حنستخدم المي نسيت بيت مين هذا سوري بنسى الاسم اوه والله حلو ذكرتني ب ذكرتني بفكرة اللي عملتها أنا ببيت ال آه، نسيت بيت ال شو اسمه بيت الحفلات عملت هيك بالضبط ما إذا هاي فكرتي أم فكرة أو تاني حدا عملها ما بعرف بس حلوين عملته كله عجيب يعني كل كرسي يعني هسا بوريكم يا بس طلع حلو اوه والله حلو هاد حلو هيك حلو هيك ما اعمل اشي زي هيك، أنت عم نطلع برا البيت نشوف البيت اللي كيف بحكي عنه، نسيت اذا شلته ما شلته، ليش بدخلوا بيتي؟ يما، ايما،, ايما. مش فيه فيه اوكي، ايش هذا في في خلل عندي حاسه، اوكي ابي برزة شو ابي برزة مي والله يوم عيد ميلاد مين ابي برزة عن جد لازم نعمل حفله كيف نعمل حفله فكره كيف نعمل حفله والله ما نعرف كيف نعمل حفله كيف بقدر اعمل حفله ابي برزة؟ اصلا طلع خلاص سوري باي نسيت بيد حفله حدا بحكي انه عندي حفله مي هابي بيرثدي بس نسيت الاسم مش بس الاستم مش حاسة عندي مشكلة انا بالاسامي اسامي كتير غريبة انا اسمي حفظيته له من زمان الوت ايش الوت ايش ايش الوت يا معرف مين رينبو داش زي مرة زي صح عم ريكوردينج حتى انا واو يو عم ريكوردينج يو او والله حلو وانا عم بصورك انتي كمان وهدول العالم اللي هون. فيديو <تكلم> يس فور مي. ماشي يلا فورا مي بابا معك القرش أي حيوان حمام صح انا بستنى يكون حيواني خمسه بس ما عم بيبل ما عم بيبل ابدا يكون ليفل خمسه ايش مال شجرتك ايش مال شجرتك مسكر الطريق ايش مال شجرتك ايش هذا كلها ها عشان تعمل شجرتي هاو يما هاو عجيب والله يعني كيف تسكر الطريق زي حدا بده يروح هيك لازم يروح هيك لا أدخل ندخل البيت الشجرة تبعت شجرتك ميتة على فكرة ورا او ماي جاد يما هذا شوي مخيف ما بعرف ليه زي كأنه رح يجي من باحلام يجي يحكي يما شو هذا كمان يمه بس ما تخافوا ما حلمت فيه الحمد لله مش <applause> شو حلمان اصلا فيه اصلا حلو البيت كبير وضخم وعجيب واو واو اي ايش اشهاد ار ار ما بعرف حلو البيت واو شوفه. هون هون كرسي كمان كرسي اشياء كبيرة ما بعرف شو هاد أم. هاد 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 وحبيت البيت او جي سوري 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 بالغلط عملت استفراغ على فكره يما سوري على سامحيني سامحيني اوبس إيه، بالغلط عملت استفراغ ما كيف عملت استفراغ هيك بيكشر خايفه اعلق وبتعرفوني انا اذا علق بصير مصيبه سوري احكي اوكي عم يعني بتحكي سوري 4 من 4. ليش سوري انا بعمل انا بعمل ليش ليش بتحكي سوري لما تطلع حدا انا بطلع كثير من الناس المتابعين وانا بحكي يعني بتلخبط ناخذ صوره صوره تيك ا بيكشر يلا خذوا بيكشر انا خايفه اخذ بيكشر ويقتلني يقتلني عن جد اطلبوا الاسعاف يعني عن جد خلاص خلاص ما صار تاخذ صور يعني اوكي ليتس جو تو ماي هاوس اوكي تعالوا حبيتك تكوين واو او بيتك هون بيتك كتير قريب اعمل لايك عجيب متى بيخلص الهالوين شو اسمه الكريسماس ليش بعد بحكيك اوه oh ماي جاد ليش بحكي الكريسماس انه هالوين حلو هذا مطبخ طيب اوكي هذا لازم أشتري، أو لا عادش أشتري هذا، بدي أشتري شيء تاني، ال اخذ أكثر من عشرين سنة عشان أو هذا شو بصير؟ تكبيك شو أنا خايفة خايفة أي 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 شو هاد؟ تكبيك شرطة أنا خد بيكشر أنا وده خايفة أنا أخذ بكشر وأعلى عشان هيك ما بقدر أخذ بكشر oh ماي جاد هلو أوه ماي جاد حيواني هون أه طردتنا أوب لقد تم طردنا أوكي يلا عادي إيش في هسا الصورة أوه ماي جاد هم العالم أحس مع العالم بأخذوا أكثر من عشرين صورة ولا مش عشرين صورة بس يعني يعني اوف خلاص ايش اوكي وات ار يو دوينغ نذين والله والله نذين بحكي مع حالي نذين نذين ذس ووت ان ماي هاوس انا بس يلا ايش لعله بحطوا هذا الوجه البوبي هذا يعني خلاص بليز ليش ليش ليش, ليش؟ بيكسر مشهور ايش هدول الناس عم برقصوا ببيتي بليز ما تدخلوا ببيتي لسه ما جهزته بليز او ما ليش بيتك مرعب طيب ماشي خلص او ماشي اوكي أو يما عن جد مرعب بس بيت حلو حلو ما ادري اعمل هيك او يما ايش هذا ايش ايش هذا يا يا بنت يما بس حلو البيت بس ليش كله أسود؟ ليش كله أسود ومن برا أسود كمان؟ كيف أدخل من برا؟ فكرة كيف؟ اوه كيف هاي دخلت؟ اوكي شو هذا؟ أوكي خلاص دخلت حالي حبيت البيت آه في فوق ايوه في فوق نسيت انه في فوق اه يما وي واو حبيت البيت والله كله اسود واسود ومخيف بس يلا ليش بتعيطي يما كانت بتعيط بس يلا اوكي اوكي مي ونشوفكم في الفيديو الجاي